عنصر متخابر ضد الدولة المصرية، وبالتالي هو بعد كده بيستخدمه، يعني هو بيستقطبه الأول برقم ضخم جدا. أصل ده كمان يعني احنا دلوقتي بنعرض للسادة المشاهدين المضبوطات اللي تم يعني تحريزها. خلينا نقول ان عندنا أجهزة تمرير المكالمات، عندنا أجهزة إرسال واستقبال، عندنا الموجات الكهرومغناطيسية، عندنا محطات النانو اللي بتستخدم في توصيل الأجهزة بشبكة الإنترنت فائقة السرعة. ده معناه إن احنا قدام عمل يعني ممنهج، ما هيوش جهد فردي ولا حاجات بهذا الشكل. يعني ونحول نوع، يمكن احنا يمكن الصورة الذهنية اللي بناخدها عن عمليات الاستخبارات ربما كانت من الدراما المصرية لقلة الإعلان عن كتير من النشاط الكبير اللي بيقوم به الجهاز يعني الوطني اللي هو جهاز المخابرات العامة، لأن احنا اعتبرها أغبانها صور ذهنية جاية من المسلسلات وجاية من الدراما. الأمر تطور بشكل كبير جدا، وأحيانا يستخدم المواطن دون علم، وأحيانا ثغرات مثل خطوط المحمول اللي تتباع على الرصفة في مصر تكون سبب. أحيانا كتير أمور خاصة باستخدامنا للتكنولوجيا المعلومات بتكون سبب ونكون أعداء ضد وطننا من غير ما احنا نعرف. وبالتالي مهم جدا زيادة وعي الشعب المصري بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة مرة واثنين وثلاثة. طيب على ذكر مرة تانية الوجوه الإعلامية اللي موجودة في قنوات علامات الماسونية أو